خليني انزل مقادير الكنافه ريد فيلفت عشان هبدا اشتغل فيها على طول، مش هلحق ان انا انزلها وانتظر. فهنقول الكنافه ريد فيلفت هي فكرتها في ايه؟ في اللون والحشو بايه؟ جبنه كريمي مع الكريم شانتي اللي من غير سكر اللي هو الخام من عند العطار علشان يعمل بالانس في الحكايه، وانا ازود شويه السكر بتوعي وشكرا. هتبقى شكلها حلو، اعملها في قوالب الكب كيكس، اعملها في فورمة كنافة، اعملها بأي اشكال حضراتكم تحبوها. خلينا نقول عندي كنافة حوالي نص كيلو، سكر بودرة حوالي معلقتين كبار، كوباية سمنة على نص كيلو من الكنافة، لون احمر ممكن يبقى باودر وممكن يبقى لون سائل، وعسل ابيض للوش. انا مش هحط شيرة او اسفة مش هحط شربات، هحط بقى كريز لو عندي للتجميل. تسلم ايدك يا احمد، شكرا. وادي الرز اهو، وادي المكرونه اهي، وهنطلع الثانيه برضو. عندي للحشو كريم شانتيه وجبنه كريمي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنا بكرمل كده، بصوا كرمله السكر، هاخد كده سباتيولا وهبدا كده ايه هنا، ابدا اكرمل هنا الحبه الحلوين دول وهبدا اضيف عليهم الحركات. طيب انا هنا بسيح السمنه، بصوا سيحت السمنه جنبي، اول خطوه عملتها في الكنافه برضو هي فكره ان انا خدتها من الفريزر، حطيتها في الفريزر او جبتها من عند الفريزر او اشتريتها وهي طريه وطازه من محل الطازه، خدتها حطيتها في الفريزر شويه وبعدين خدتها خلطتها في الكبه وخليتها قصيناره كده تبقى لطيفه. عندي معلقتين سكر بودره هضيفهم عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، كده كده معلقتين اتنين فقط وهقلبهم. خلوا بالكم في ناس فكرتها اول فكره من الكنافه يعني ان هو بيحط عليها نسبه سكر بودره كبيره ويسيبها بره في الهواء تعظم، ده حد بقى من اسكندريه حلواني قال لنا المعلومه دي. خلاص انا بصراحه ضد فكره ان احط سكر كتير عشان يعني اعملها ناشفه احط فيها كميه سكر رهيبه، طب ما اعملها وتبقى مقرمشه تشال في الفريزر وتطلع، امال النابلسي اللي بناكلها بره اللي بالجبنه اهي، بصوا كرمله السكر، ما هو بيحطها في الفريزر ويسويها لي ويطلعها لي عشان اكلها مقرمشه. هخلط معاهم الزيت كده وهبدا احط الجزر، لو عندي فص ثوم هحطه، ما عنديش مش مشكله بس عايزه فص ثوم مفروم يدي طعم حلو. بصوا البنجر بقى، البنجر مسلوق لكن الجزر لا، بص فص ثوم صغنن معلش عشان الطعم بس، بس كده خلاص كده. نزلوا بقى السكر بتاعهم الحلو ده، هشوحهم كده تشويحه حلوه. معقول؟ لا ده مش هلحق كده الكنافه يا ولاد. طيب احنا نزلنا القطايف بعد اذنك يا ايه بسرعه عشان الناس، القطايف يلا بصوا بقى الجمال، بصوا نقطه عصير ليمون اهو، انا بس سلقه الاثنين فمش هياخد وقت كتير اهو، وهاخد بقى البطايه مقادير القطايف. يلا عندنا 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من سميد البسبوسه وده اختياري بس بيقرمشها وجميله وبيحافظ عليها، وعندي معلقتين من الخميره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، ونص معلقه بيكنج باودر، ولتر ميه دافيه. بصوا بقى عجينه السمبوسه، عندي قولي لي يا ايه عشان انا بصب، 4 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، وكوبايه ونص من الميه الفاتره. خلاص كده دي مقادير السمبوسه. خليني بقى ايه احط دي كده، دي طارت هناك، بصوا بقى الالوان الجميله، بصوا القمر طبعا ده مسلوق، انا سلقه الجزر وسلقه البنجر. خلاص هبدا بقى اشيل الحاجه دي، اقدم البطه الحلوه دي مع وادي صينيه البسبوسه، هقدم كده. حاضر، ايه عايز تاخدها قدامها شويه؟ طيب بسم الله نحط البطة هنا، بصوا الألوانات بقى الحلوة دي اهي. طيب والبسبوسة الأسفة الكنافة هعمل كالآتي، أدي الكنافة حطيت عليها، هبدأ بقى أحط السمنة، إيه اللي أحطه على السمنة؟ اللون، أدي اللون باودر عندي مش هجيبه سائل، هاخد اللون أدوبه مع السمنة أهو، هدوبه بقى كده في وسط إيه أهي، بصوا اللون
مع السمنة، ده اللون البودرة، مفيش مشكلة أبدا، أنا مش هضيفه كده خلاص، لازم سائل خلاص. وهوريكوا شكل الكنافة، الفكرة كلها في اللون والحشو. بسم الله، خليني بس أبدأ. إيه حاضر حاضر، ممكن بس أديها تقليبة وأوري أصدقائنا بس بعد إذنكم كده. بصوا ادي الكنافه، هتبقى بقى الريد فيلفت اللي احنا عايزين نعملها، يعني احطها في هنا شويه كده اهو، وهاخد شويه منها. بصوا بقى هبدا اعمل الطبقات على صينيتين، هدقك جدا عادي. بصوا هتطلع كده اهي، مش لحظه واحده بعد اذنكم. على يا احمد انت اشتغل في دي جنبي. بصوا اهي، هاخد بقى ده، عايزيني طبقه تاني، اديني طبقه تاني، طبق مدور خلاص. هاخد بقى بشوكه بالعسل الابيض، انا مش عايزه احط عليها، اديني طبق بسرعه مدور. عاملاها على ديسكين، انا عاملاها على ديسكين سريعا. هاتوا هاتوا، ثانيه واحده ثانيه واحده، خليكوا زي ما انتوا كده اهو. هعمل كده، هحط رشه من العسل الابيض مكان السيرب بتاع الشربات خلاص، وهبدا احشي الكريم تشيز مع الايه، مع الكريمه اهم. انا خلطاهم هنا، وادي الكريمه اهي، وادي الكريم تشيز اهي، خلطتهم مع بعض عشان حضراتكم تشوفوهم. ونبدا بقى نعمل وناخد تاني روز التاس سريعه. نعم كده، حاسب يا احمد، هاخد كده هزود تاني وابدا اشتغل بيها ده. الينها بس، انا مش ناسيه والله الرز بالكبد لان انا هعمله، لكن كده كده كده. وهنبدا برضو نحط الحشو كله داير ما يدور جوه، وبعدين احط الديسك التاني فوقها، وخلاص هتبقى الكنافه ريد فيلفت جاهزه ومظبوطه معايا جدا. ورشه برضو العسل الابيض اللي انا هحطها اهي كده، اخر حبه. عندنا بقى الكريم تشيز بتدي طعم حلو، بتفضل مقرمشه وجميله. اعملوها على ديسكين اوكي، اعملوها على ديسك واحد براحتكم كده. وهبدا اجيب الديسك الثاني احطه كده فوقها، معلش هشيل دي، وهبدا اجمل روزيتات صغننه واحط رشه العسل كده اهو، او الشربات التقيل اللي يعجب حضراتكم خلاص. ودي كده حلقتنا النهارده، كنافه ريد فيلفت بطريقه لطيفه مختلفه. ونبدا نختم بقى، طبعا يا رب الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، واتمنى يا رب من هنا لحلقه جديده نشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه، وسلام عليكم.